القدرة والقوة والصحة واللياقة والعافية مع مين، تبقى هي دي الإجابة. خارج البداية بدأ اللقاء. زي ما قلنا تتعلق بالجماليات والعنجهيات، ومين النهاردة يسهر على القهوة يعزم مين بضحكة حلوة وابتسامة جميلة وإفيه لطيف. هذه هي كرة القدم، قننت وشرعت علشان الدنيا تبقى حلوة وجميلة. يزق كورته لكن مقطوع. يا سلام لو مشيت، منتهى الخطورة، قد يكون المنجد والمنقذ. وينطلق منتهى الخطورة. فأجعد أجعد أجعد أجعد. يا نهار أبيض، مش ممكن، مش معقول، كان هيلدغ اللدغة. التك تك كان ممكن تبقى توك، لكن سبحانك يا رب في الكره اللي فاتت دي، ليه كره ما تطلعش ابدا الا من جوه الشبكه، كان مكانها الشبكه، لكن سبحانك يا رب غريبه وعجيبه جدا جدا. يا عيني على الكوره وغربت وغربت. الجون يا جماعه بيخلص في ثانيه، يعني ممكن جدا يخطف هدف، وارد جدا جدا. ودخل وقطع معدة ولسه تحت رجله الكورة، بيدور على التسقيطة. فاتح خطوط، ودي رسالة للفرق اللي بتنزل تدافع طول الوقت طول الوقت. عامل جيم ايه يا جماعه؟ عامل جيم ايه يا جماعه؟ لسه حاله من الترقب بين الجماهير، مستنيين اداء في قوه هجوميه اكبر من كده من فريقها. الله عليك يا ابني، الله عليك يا ابني. تستثمر كل لحظة. يا سلام لو مشي، منتهى الخطورة، قد يكون المنجد والمنقذ. زي ما حضراتكم شايفين الصورة ما بتكذبش، ما يلايموش على الكورة. بقول لحضراتكم مفيش فرصة نفس، اديني نفس، مفيش نفس، لأنه بيضغط ويستخلص وبينقل بشكل جيد جدا، واللعيبة لاقية بعضيها بشكل ممتاز حتى الآن حتى هذه اللحظة. مش فاضل في الفيلم اللي أنا شايفه ده غير النهاية، غير النهاية. يا نهار أبيض، إيه الليلة دي؟ وخطيرة جدا. ارتداد مرة تانية. فأجعد أجعد أجعد أجعد. زي ما حضراتكم شايفين الصورة ما بتكذبش، ما يلايموش على الكورة. بقول لحضراتكم مفيش فرصة نفس، اديني نفس، مفيش نفس، لأنه بيضغط ويستخلص وبينقل بشكل جيد جدا، واللعيبة لاقية بعضيها بشكل ممتاز حتى الآن حتى هذه اللحظة. نصف ساعة. دخل بشكل رائع جدا الحقيقة، وتقدم هجومي ممتاز. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. ناحية اليمين. لسه حالة من الترقب بين الجماهير، مستنيين أداء في قوة هجومية أكثر من كده من فريقها.
تصدي روعة الروعة. الجماهير يا جماعة، كل واحد داخل الملعب بيعتبر نفسه ان هو اللي بيلعب النهاردة، ولو حد جاب جون هتلاقيه بيرفع ايده بقوة كما لو كان هو احرز الجون. دي جماليات لعب كرة القدم، المشجع ينتصر بشخصه عندما ينتصر فريقه، هذه هي كرة القدم. رمي التماس، بيدور على الاوفر، توبا خطيرة، منتهى الخطوط، منتهى الخطوط، يا كان ممكن جدا تبقى جوه الشبكة. بقول لحضراتكم استحوذ زي ما انت عايز، ما يهمنيش، ده لمسها لمسة مبدعة مبدعة، كان ممكن جدا تسكن الشباك. خطيرة جدا، هوبو، الله عليك يا ابني، الله عليك يا ابني، اختبار حقيقي بمنتهى الاتقان والمرونة والروعة. ياه، ترجع مرة تانية على وسط الملعب. خلينا اقول لكم بدقة شديدة، فاضل دقيقتين، فاضل دقيقتين، الله عليك يا ابني، الله عليك يا ابني. ياخد فاول من احدى البقاع الشحنية في الملعب. هو لاعب يجيد التسديد على المرمى من مسافات بعيدة. يا نهار ابيض، في منتهى الخطورة، في توقيت روعة 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 الروعة. يا ولد يا لعيب، مش ممكن، مش معقول، يا عالكورة، يخرب عقلك للصبح، مش ممكن، ايه ده؟ وينتهي الشوط الأول، وينتهي الشوط الأول بالتعادل. سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية مدحت شلبي يحييكم، ويسعدني أن أكون معكم خلال أحداث الشوط الثاني. زي ما شفنا وتابعنا مع بعض أحداث الشوط الأول، ماذا سيحدث في الشوط الثاني؟ ده اللي احنا هنشوفه ونتابعه خلال أحداث الشوط الثاني. ضربة حرة مباشرة، عايز يلعب واحدة عرضية، قطعها 10 على 10. خلي بالك اللعيب لازم تحطه في محيط قدراته وأدائه. لكن مش معدية، مش معدية. يرجع لورا، يدور على الاوفر، الشمال خطير، في اليمين خطير. لكن واقف متسلل، وتسلل وضربة حرة غير مباشرة. مرة ثانية نقلة والثانية، يا سلام على اللمسة. يدور، ياخد فاول من احدى البقاع الشحنية في الملعب. المكان ده من وجهة نظري التي لا قيمة لها، هو اجمل مكان في الملعب. ودي العرضية الخطيرة، ضربة مرمى، you
انطلاقة وتوغل وخطيرة وخطيرة، لكن الكرة مقطوعة. بص بيدور مش لاقي، بص 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 الزحمة يا جماعة. عجبني بأداء أعتبره أفضل أداء له حتى الآن. يتدخل بشكل روعة الروعة وانطلاقة كالعادة، واخد مكان روعة الروعة ناحية الشمال. عرضية خطير يا راجل، يا نهار ابيض، اتعملت حلوة 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 حلوة. بنج 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 بنج، اخدها من تحت لفوق. هيرفع وياخد فاول وضربة حرة مباشرة، يستاهل عليها انذار الكرة اللي فاتت دي. يبحث عن تعزيز المكسب ايضا مش بعيد عنه اطلاقا. كل الاجابات وارده في هذا اللقاء. لسه ربع ساعه، كل حاجه فيها ممكنه، كل حاجه فيها ممكنه. لمسه لكن فاول. الحقيقه لعيب رائع رائع، لكن النهارده مش مديله مساحه تألق حتى الان. اوعى تنسى الجمله دي، حتى الان. منطلقه حلوه قوي قوي من اليمين على يمينه، حلوه قوي قوي. بيدور وعايز يقدم. مبدعين في وسط الملعب، واخد مكان روعه الروعه ناحيه الشمال. داخل لجوه زي ما حضراتكم شايفين الصوره ما بتكذبش، لانه بيضغط ويستخرج وبينقل بشكل جيد جدا، واللعيبه لاقيه بعضيها بشكل ممتاز حتى الان، حتى هذه اللحظه. يا نهار ابيض، فرصه مؤكده حلوة حلوة حلوة. كان هيسجل بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة. لاعب كبير، انطلاقة حلوة قوي قوي من الحكمين على يمينه، حلوة قوي قوي. عشان جوه بيدور وعايز يعدي، لفها لف الجاتوه واتصدت واتصدت. روعة يا ابني روعة. التوفيق حتى هذه اللحظة في صالحه تماما، بقوة في المتناول تماما، في المتناول تماما. وياخد كورته ويهدي كده ثواني ويلعب واحدة طويلة. خلينا اقول لكم بدقة شديدة، فاضل دقيقتين، فاضل دقيقتين، لكن الكرة مقطوعة. عايز يلعب واحدة عرضية، لكن الكرة مقطوعة. بص بيدور مش لاقي، بص 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 الزحمة يا جماعة.
هنشوف هيعمل ايه. عايز يرفع زي ما حضراتكم شايفين الصوره ما بتكذبش، ما يلايملوش على الكوره. بقول لحضراتكم مفيش فرصه نفس، اديني نفس. سنذهب مباشره الى ركلات الترجيح من نقطه الجزاء. والضرب اتحطت في ايد الحارس. وحلوة حلوة حلوة حلوة. سددها في منتهى الروعة والجمال. حلوة 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 حلوة. واحد 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 واحد. نعدنا إلى نقطة الصفر. وحلوة حلوة حلوة حلوة. كوبا يا خراب، مش ممكن مش معقول. يا قائم يا عرضة، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. يا عيني. حلوة 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 حلوة. والهدف. حلوة 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 حلوة. حطها حلوة حلوة حلوة. منتهى التركيز. لو ما جاتش هنلعب ضربة وضربة. إلى واتصدت واتصدت. روعة يا ابني روعة. التوفيق حتى هذه اللحظة في صالحه تماما بقوة. لو جاء حلوة 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 حلوة. لو أحرز ياخد ملايين ويسعد. 10 على 10 10 على 10. فعلا لعيب يساوي تقل ذهب. يا جماعة كرة القدم غدارة زي السوائل الدوارة، ما تقدرش تقف على جنب أبدا. ودي لقطات موجودة مع مخرج اللقاء. أعزائي المشاهدين في كل مكان، مع تحياتي مدحت شلبي.